اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ منه إلا إليه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم إنا نستدفع بك كل سوء، اللهم إنا نستدفع بك كل سوء، ونعوذ بك من شر قضاء السوء، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك دوام العافية من جميع الأمراض والبلايا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عملا صالحا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ هذه البلاد، واجعلها شامخة عزيزة حامية لجناب التوحيد والسنة إلى يوم الدين يا رب العالمين. ووفق ولي أمرنا وإمامنا وولي عهده لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن البلاد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلاء. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.